فقد خرجت من بيتي خامس العيد من هذه السنة 1400 للهجرة ذاهب لمصلى العيد، فوجدت في الشارع العام مبلغ من المال وقد حفظته عندي ولا أعلم ماذا أتصرف فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ولأن المبلغ محفوظ عندي وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم. الواجب على من وجد مبلغا من المال كثيرا يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط، أعني الأشياء الضائعة من قبل الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناس وينشطوا على أخذ هذه الضائعات. لأن كثيرا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق أو رأى متاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه. فلو كان هناك مكان أو جهة مسؤولة من قبل الدولة تحفظه لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه إلى تلك الجهة. وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مفيد جدا، ولعل الجهات المسؤولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك. أحسنتم.